إذن ينظر العالم برعب إلى أفغانستان، حيث يشهد تقدم حركة طالبان على الأرض، ويتذكر في الوقت ذاته التشدد الذي كانت تفرضه الحركة في السابق عندما كانت تحكم قبضتها على البلاد، هذا بين عامي 96 و2001، وتزداد المخاوف والهواجس من العودة إلى هذا التشدد مع إعادة الحركة فرض سيطرتها على مناطق شاسعة ومفصلية في البلاد. هاجر، هذه الحواجز حمود حقيقية وقائمة، حيث أصبحنا نسمع ونرى تقارير تظهر من أفغانستان في الآونة الأخيرة تروي أحداث تعكس التغيرات الجذرية التي ينفذها عناصر الحركة في المواقع التي تسيطر عليها، هذا في الحياة الاجتماعية والثقافية. أحدث مثال على ذلك إحدى الإذاعات في مدينة قندهار، بعد أن سيطرت الحركة على هذه المدينة في الأيام الأخيرة داهمت إحدى المحطات الإذاعية وسرعان ما أعادت تسميتها بصوت الشريعة، وبدأت بث المحتوى الديني المتشدد من خلالها. وفي مدينة هيرات نقلت مراسلة بي بي سي عن طالبات قولهن بأنه عند محاولة دخول حرم جامعتهن بعد فرض الحركة سيطرتها على المدينة منعنا من ذلك، وطلب منهن العودة إلى منازلهن، كما منعت موظفات من دخول المكاتب في مقار عملهن. يذكر أنه في عام 2020 أفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن الفتيات يشكلن نحو 40% من 9 ملايين طفل تقريبا في مدارس أفغانستان، وبحسب وزارة التعليم العالي في البلاد نحو 100,000 طالبة يدرسن في الجامعة الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة. وفرض طالبان سيطرتها في البلاد يشكل خطرا مباشرا على هؤلاء وينعكس سلبا على تقدم المجتمع الأفغاني. وبالتأكيد من الأفعال الأكثر إرهابا لطالبان هي الإعدامات في الميدان، حيث نقلت منظمات حقوقية في الآونة الأخيرة عن عمليات إعدام لعناصر الجيش الأفغاني بعد وقوعهم في قبضة طالبان، وهو الأمر الذي نفته الحركة. إليك أحمود. نعم هاجر، أيضا مشاهدينا هذه الأفعال تعيد إلى الذاكرة حكم طالبان القاسي على أفغانستان لمدة 5 أعوام بين عامي 96 و2001، حين فرضت الحركة توجهاتها العقائدية الاجتماعية السلوكية المتطرفة.